البط البقري. البط البري بيختلف عن البط المسكوفي اللي بينحدر من بط المسك من جنوب أمريكا. بيعتبر البط من الطيور النموذجية، أحسن حاجة في الطيور، بتربى ضمن مجموعات صغيرة وبتسهر رعايتها. كمان يجب على المربي أن يعرف سلوك البط الطبيعي دي إيه، يمكنه انتباه بشكل مبكر لعلامات المرض أو علامات الاضطراب للبطة، بسرعة يسعى لعلاجها وبسرعة يجيب نتيجة كويسة. وده الهدف البرنامج، أن أنا يعرف علامات الصحة على البطة، على البقرة، على أي حاجة. الصحة لجدا البطة إيه؟ زي كل الحيوانات، النشاط، العيون اللامعة البراقة النظيفة، الوقفة الصحيحة، الحركة القوية، قوية ما فيش فيها اضطراب، ما فيش فيها يعني عنف زيادة. تاني حاجة من الحاجات علامات الصحة هي ايه؟ تمام، يخش على الأكل ويخش على الشرب. تاني حاجة الريش بتاعه بيلمع، الجلد بتاعه نظيف، الأرجل والساقين بتاعه سلام. دي كلها علامات تعرفك ان البطة ديت سليمة وعلامات صحة على البط. زي معظم علامات الطيور كلها. بتشتمل علامات بقى المرض المبكر ايه؟ برضو زي انواع الطيور وانواع الحيوانات كلها. اول حاجة ما بيخش على الطعام. تاني حاجة المية. تالت حاجة ما بيخش على منظر الريش. رابع حاجة النشاط العام. عليه بيبقى كسلان، ضل. دي علامات برضو، كل العلامات اللي تدل على في بداية مرض. ظهور اسهال، لو في اسهال. كمان في تناسق، تغير في تناسق الأجفان، العين تلاقيها متبهدلة وشكلها مريض. كمان الإنتاج بتاعه سواء البيض بيبدأ يقل لو الناس دي بياضة. كمان نوعية البيض كمان بتبقى مش في عيوب في القشرة. عشان كده أول ما تلاقي أي حاجة زي ديت نعمل إيه؟ نعزل الطيور المريضة، نعزل الطيور اللي هي عليها جروح، ونبدأ بسرعة نستدعي الطبيب ونبدأ نعالج، أو نبدأ لو إحنا عندنا خبرة كويسة نبدأ نعالج علاج فوري، أو إن إحنا ناخدها لو هي يعني لا يجدي معاها العلاج بسرعة وصحتها وسليمة نتبعها ويتناولها الإنسان. على الرغم من كون البط يا إخوانا بيحب السباحة وبيحب المية، بس هو مش شرط يحتاج مية، مش شرط يبقى في مية قدامه يشتغل. البط محتاج مأوى نظيف، محمي من الجو العاصف، محمي من أي كائن مفترس يجي ياكله، مأوى كمان للشمس، متغطى من أشعة الشمس المباشرة. لو في مصدات للرياح أقدر أعملها له، أقدر أعملها وأنا في أماكن مكشوفة. الأرضية بتكون في البط بالذات وفي الفراخ تكون أسمنتية، ما تكونش ترابية، عشان إيه؟ ما يحصلش التهابات الرئوية ويحصل مشاكل في الصحة العامة. كمان في مهم قوي النظافة العامة اللي احنا قلناها كتير قوي فين؟ في كل حلقاتنا السابقة. تنظيف المعدات، تنظيف المباني، تعقيم المكان في التربية يكون نظيف، أقل الخطر الإصابة بقدر الإمكان، توفر عدد كافي من المعالف، يعني بقى يلاقي البط يلاقي وقته في كل أكله في أي لحظة، تناول جميع الطيور البط الطعام في وقت واحد، توافر المية الشرب في كل الأوقات، ما ملقاش شوية وبطل، أسيب له مساحات مفتوحة يتحرك فيها خلال ساعات النهار لغاية فصل الشتاء. لو أنا هستخدم مراعي مغلقة بشكل دوري لازم أنظف أول بأول الأرضية، أشيل الروس اللي نازل، أي حاجة بتحمل الأمراض أشيلها وأنظفها أول بأول. النظافة العامة اللي احنا بنسميه ايه؟ الجود هايجين. الجود هايجين اللي هو ايه؟ ان انا مسكن كويس، مكان مبيت كويس، فترات النهار يطلع يتحرك عشان ياخد فيتامين د، اماكن مسقوفة بالمظلات عشان ما يتعرضش للشمس المباشرة. يفضل بناء مساكن دايما من درب قريبة من المية، من مجال المية الطبيعية. المعالف والمشارب والمظلات كله ده لازم يبقى معمول بطريقه جيده. في حواض ميه، حواض المياه الصناعي موجوده. يفضل ان تكون المشارب على شكل ايه؟ مجرى مائي. المجرى المائي ده يبقى تقريبا عرضه 10 سم، بحيث ان احنا نسمح للطائر
ان هو يشرب ويغطس المنقار بتاعه جوه جوه الميه. لو في حاجه يعني في الماتيريال جهزت ممكن حضرتك تبدا تنزلها ونبدا نشرع عليها مع الماتيريال اللي موجوده قدامي. يبقى 10 سنتي المجرى قدامنا عشان البطه او بتاع يبدا يحط ويبدا يتحرك مع الميه. يبقى مهم جدا المواضيع ده عشان ما يروحش ينزل فيها ويعمل عوم في الميه ويعمل مشاكل كده. يخصص دايما لكل طاير لكل بطه او كل طاير من 3 ل 4 سنتي من طول المشرب. المشرب قد ايه طوله كده؟ عامل 3 سنتي او 4 سنتي بالنسبه للطائر. بالنسبه للمعالف بتوضع تحت المظلات ودايما بيبقى اخصص تقريبا 10 سنتي من طول المعلف لكل طائر. لو طب يعني احط في المتر المربع كم طائر؟ عدد الطيور تقريبا 20 طائر كل متر مربع، يعني كل متر مربع اعمل حسابي ان في 20 طائر او 20 بطه موجوده داخل المتر المربع ده. كمان لازم المسكن بتاعي اعمل حساب البيض، اعشاش للبيض يعني مساحتها 30 في 45 في 35 سنتي، ويخصص تقريبا 30 عش لكل خمسه. الإضاءة الاصطناعية مهمة جدا 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 للطائر، تتوفر 14 ساعة إضاءة على طول. يبقى هو في ظلام مدة 10 ساعات، إضاءة صناعية لمدة 14 ساعة عشان نجيب بيض بكمية كافية. تاني حاجة إن أنا أعمل القصة ديت قبل إنتاج البيض بثلاث أسابيع. في حاجة مهمة برضو اللي هي صناديق التعشيش أو صناديق إنتاج البيض. تضع معظم انواع البط يا اخوانا بيضع البيض بتاعه في فتره الصبحيه اللي هو من الساعه 6 تقريبا للساعه 9 صباحا. وبتوضع هذه الصناديق على جوانب البيت، ويجب ان انا ابدل الفرشه يعني كل ما الاقي الفرشه بقت سيئه او رديئه ابدا اغير الفرشه واوفر صندوق زي ما قلت لحضراتكم على الاكل على الاقل لكل 3 الى 5 بطات، يعني كل خمس بطات اوفر لها مخصوص صندوق خاص بيها تبيض فيه. التفقيس اللي هو فتره الحضانه لمعظم انواع البط تقريبا احنا كلنا عارفينها تقريبا 28 يوم. البط المسكوفي بيكون فترته تقريبا 35 يوم. احيانا يمكن يحدث البط الفأس فيه طبيعي او صناعي. تترك طبعا الانثى بتسيب العش تناول الطعام والميه، وبين الحين الاخر يعني ترجع تاني ترجع للعش وتبدا تدور تعمل البيض. ثم بعد شويه انا بجيب الفرشه ديت بعد فتره واحرقها او طهرها بمبيد حشري، ثم بعد كده اضع فرشه جديده واعد البيض الموجود واحط البيض تحت البطه الحاضنه اللي هي تبدا تجيب لي مجموعه البط. لو احنا كنا جايبين فيديو مش عارف جهز ولا لا، نبدا نظهره ان شاء الله بقى. عندما البط لما بتغادر تناول الطعام بقول لحضراتكم لازم انت تعمل الرطوبه اللازمه، تترك فراخ البط واقفه مع امهاتها لمده تقريبا 2 لـ3 اسابيع بعد الفأس. يبقى البطه هتروح تفأس واسيبها مع اولادها لمده 2 لـ3 اسابيع. البط اثناء الفتره ديت بنغذيه على بنغذيه على الحبوب او مخلفات الحبوب دي، زي مثلا الحبوب زي الذره النخاله. هو غالبا اكيد كلكم عارفين الكلام ده كويس، البط بيحب البسيسه يعني بنسميها حتى كلام نبس للبط، عباره عن شويه رده او شويه نخاله يعني، زائد شويه ذره مدشوشه، شويه دقيق على شويه لبن رايب، وادسله واعملهم كلهم خلطه واحده وابدا اديله للاكل بتاعه. ولو ما لقتش كده فضلات الطعام بتاعنا بسم الله ما شاء الله، الفضلات المنازل، الخبز اللي باقي، شويه الاكل اللي باقيين، شويه برسيم، شويه خضروات باقيين، ببدا يعني هرس البيت او بقايا البيت ابدا ادهولهم. ده برده من الحاجات اللي ممكن يتغذى عليها. دايما البط بيحب المرعى، بيحب دايما يبقى على العشب وعلى البقول، وممكن نستخدم ان احنا تركيبه كده او حاجه شويه بودره حليب مجفف، زيت كبد الحوت، شويه طحين، شويه عظام السمك، وممكن مزجهم مع بعض
انا كان نفسي الكلام ده يجي مع الـ مع الفيديو، بس هو لسه ما ظهرش يعني. يمكن مزج الوجبه من المواد المتوفره محليا، او يمكن ان انا امزجها ايه بشويه ميه او شويه سائل يبدا كله يتخلط مع بعض. بالنسبه للميه بقى للبط، احنا كده اتكلمنا على التغذيه بتاع البط والتربيه، وشويه ان شاء الله هنتكلم على الامراض. البط الميه توفر احواض قلنا عميقه، البط فيها يحب يغطس راسه بالكامل تحت الميه، ما بيحبش يتراكم عليه الطعام الفاسد او الطعام القديم. لو في اي طعام فاسد او طعام قديم انا لازم ايه استبدله وغيره في الحال. البط له خصائص ومميزات احنا كلنا عارفينها، راجعها معاكم بسرعه، ان هو بيمتاز بايه؟ بسرعه النمو، وكمان ايه؟ بكفاءه التحويل. تاني عالي في انتاج اللحم. احيانا يصل وزن البطه الى 5 كيلو، والانثى بتوصل مثلا الى ايه 4 كيلو. البيض اللي بينتجه تقريبا بمعدل من 180 ل 200 بيضه في الموسم بتاعه او في السنه تقريبا. بيتحمل لظروف البيئه، بيتحمل كويس جدا الامراض، بيحب او يميل لموضوع السباحه، يعني لو كان في حوض ميه او حاجه هو بيحب يطلع يميل في موضوع السباحه ده. ده موجز بسيط عن تربيه